نواقع الترجمة في الجزائر لا يمكن أن نقول إنها في المستوى المطلوب، بقدر ما نقول هناك خطوات جد جريئة، ولكن هذه الخطوات الجد جريئة تحتاج إلى توجيه. الآن نحن بحاجة إلى أن نخرج إلى شيئين. الشيء الأول أن نخرج إلى التعددية اللغوية حقيقية، أما أن نعتمد لغة واحدة لغة المصدر هذا لا غير مقبول. ثانيا ماذا نترجم؟ ما نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى ما هي العناوين التي نحن بحاجة إليها؟ ثالثا نقوم ونقيم ما ترجمناه، هل إذا كان يدخل في الرواية، يدخل في الأدب، يدخل في العلوم وغير ذلك. رابعا نحن بحاجة الآن إلى تهيئة لغوية في مجال العلوم أولا، ربما في الجانب الأدب موجود وغير ذلك، ولكن في العلوم نحن بحاجة إلى تعميم استعمال اللغة العربية في العلوم، إذن إلى ترجمات علمية. نحن الآن بحاجة إلى أدلة لغوية في لغات الاختصاص، وهذا ما يقوم به المجلس على اللغة العربية. المجلس على اللغة العربية رصد آليات أو واقع الترجمة في هذا الجانب، ورأى بأن الضعف موجود في هذه الخانة على وجه الخصوص، ولهذا نحن ننتج الآن واقع تعميم استعمال اللغة العربية من خلال الأدلة ذات العلاقة بلغة الحياة اليومية. نحن نعاني الآن صعوبات في المصطلح في مجال الطب، نعاني في مصطلحات المواصلات، نعاني في مصطلحات ذات العلاقة بالتطور التكنولوجي، العلوم بصفة عامة، الكيمياء والفيزياء، ولهذا نحن أنتجنا ما يقرب إلى 26 دليلا في مسألة حسن استعمال اللغة العربية في العلوم. المجلس الأعلى للغة العربية هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية يعمل على تعميم استعمال اللغة العربية في مجال الجزائر أولا، ثم العمل على تصديرها. طبعا اللغة العربية لغة مشتركة، نحن نعمل على أن تنال مواقع خارج طبعا الدول العربية، بل الحديث عن الدول العربية قاسم المشترك. الآن هل نهتم بالثقافة في مجال الثقافي؟ نحن الآن نعمل بتهيئة لغوية في مجال العلوم، هذا رقم واحد. الآن مسألة الثقافة ستكون مع خريطة اللغات القادمة 2026. الآن تهيئتنا، حاجاتنا القصوى والضرورية هي مجال العلوم، مجال الفيزياء، يعني العمل مع وزارة التربية، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الجانب الثقافي ربما يأتي في مرحلة لاحقة، ولا نخفيكم بأن هذا المجال متروك الآن حتى لعموم الناس للاجتهاد، حتى المؤسسات أو أقسام الترجمة لا تشتغل في هذا المجال. لماذا؟ لأنه في إبداع، في متغير، ولهذا نحن عندما نسد هذه الثغرة الموجودة في مجال العلوم سننتقل. ومع ذلك لدينا نقلات، ولن نشتغل مع اليونسكو، نشتغل مع اليسكو، نشتغل مع الإسيسكو في مجال العلوم بصفة عامة. عندما نصل إلى مرحلة الإشباع إن شاء الله سيكون لدينا موقع خارج الدول العربية. هو الآن الترجمة ستعيش رهانات، الترجمة الشخصية الآن بدأت تندثر. الآن لماذا؟ لأنه يعود إلى الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي الآن هو الذي يترجم لك بنسبة أخطاء بسيطة جدا، ربما تصل إلى 3% 4%، ثانيا لسرعتها، ثالثا لمراعاة التغير وما تعرفه الحياة اليومية من استعمال. الآن الترجمة الشخصية هي المهددة في هذا الوقت بالذات. لماذا؟ نظرا إن المحمول له ترجمة ذكية، زائد بأن الترجمة الآلية بالذكاء الصناعي مردفة أو تابعة بالصوت، فحيثما تقصد أي بلد ولتكون في اليابان يعطيك باللغة اليابانية نطقا. إذن الآن الرهان نحن نفس هذا الذي نعمل به، الرهان الآن على الترجمة الآلية، وهذه هي نسير مع المتغير، هذا الذي نعمله الآن. خاصة هذه البرمجية التي ننتجها مع مصطلحات البنوك تكون برمجة ذكية ناطقة، فالرهان إذن يقع على هذا. أن كل اللغات ولود، بالعكس بأن اللغة العربية هي ربما من بين اللغات التي تمتاز بصيغة الاشتقاق، وهي ولود دائما فيها متغير، دائما فيها الجديد. المصطلحات التي نستعملها الآن لم تكن في زمن أبي بكر أبدا، إذن فيه الرهانات الآن. كيف نجعل خصائص اللغة العربية موجودة في هذه اللغة الجديدة، وهي أساليب متنوعة، لكن هل محافظة على
نحو اللغة العربية، هذا واحد. المحافظة على خصائص اللغة العربية مثلا الرفع والنصب والمثنى والجمع وكذا. ثم هناك بعض ما له علاقة بالتطورات التي تعرفها كل لغات مقبولة، نعم، يدخل في باب التسامح اللغوي. اللغة العربية كيف أنا للغة فيها 12,335,212 كلمة تعجزها هذه؟ العجز فينا، مشكل فينا نحن المشتغلين على اللغة العربية، لا نجهد أنفسنا في أن نخدمها خدمة تليق بمقامها. اللغة العربية الآن عدد الجذور فقط هي 16,800 جذر، لا توجد لغة، اللغة اللي أقرب لها وهي لغة العولمة الآن في ألف جذر، اللغة الإنجليزية 1,000 جذر ولا شيء. هناك منطق لابد أن نقبله. الآن هناك لغة العولمة، إذا لم تمتلك لغة العولمة فأنت مثل ربما أقول السمكة لا يمكن أن تخرج من الماء، هذه واحد. ثانيا هناك الآن سيطرة شاملة في النقل، في تذكرة السفر، في السياحة، في العلوم، لابد أن تكون على مستوى اللغة، لغة العولمة. ثالثا نحن يجب أن نعمل بالمصلحة بالمنفعة، حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. العالم كله يتجه إلى لغة العولمة، لماذا نغيب لغة العولمة؟ رابعا نحن نقول التعدد اللغوي أو اللغات، اللغات بألف وتاء جمع مؤنث سالم، ننفتح إلى التعددية اللغوية. لماذا؟ لأن العلم لا يوجد في لغة واحدة.